اخترت يوتيرن لان عندي قناعه ان كل انسان ماشي في طريق واكتشف ان هو الطريق ده مش مظبوط انه لازم يعمل يوتيرن، لازم اعاده تصحيح المسار، لازم يرجع. يعود مره ثانيه يلف ويرجع تاني. لف ويرجع تاني. وده اللي حصل فعلا في جميع شخصيات المسلسل ما عدا خالد، بس حتى هي في التعليق الاخير يارا اللي هي بطله المسلسل او الفنانه ريام حجاج بتقول ان الوحيد اللي ما عملش يوتيرن هو خالد، لكن صح. الناس كلها عملت يوتيرن وكله رجع تاني، اللي هو فكرة انك يحصل وعي، اعادة وعي للانسان من خلال تجاربه ويبتدي يراجع نفسه هو صح ولا غلط. بس كانت تجارب قاسية قوي الحقيقة، يعني كل تجربة فيهم كانت قاسية. الحياة اقسى بكتير جدا، والحياة فيها اشياء الدراما لو طلعتها الناس هتقول ايه المبالغة الشديدة دي.